لأنكم جيو شقاو البلاصة خام ديال التصاور. بغيت ما كتصوروا في ديال ستاديو مار تحت أسطار بين وواعد. ضروري بالعشية خفيفة لحقت من شانيل درنا هادنا هاد القهوة هاد قلنا وحدنا اللي كانت عامرة. هاي البنات كديري لبس عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بما انه في الفلوغ الاول عطيتكم كاع لي ديتاي على مدينه الصويره، حتى دابا غادي نعطيكم كاع لي ديتاي على القهاوي كاملين لي بري، مهم داكشي كامل اللي غتحتاجوه باش تجيو تكونوا عارفين شحال البيدجي اللي تبغيو تجيبو معاكم. الو غدا هو المنيو ديال ستاليو ماروك. انا خديت موخيتو البنات. هبطنا كنتصوروا لتحت والصراحه كان لوتيل واعر لحقاش. هذه البنات راه اوتيل وفي نفس الوقت كافي، مهم ما يمكنش هاد البلاصه دي شحال حمقاتني انا بزاف. ملي سولت على قبل لوتيل شحال فيه المباتة، مهم البنات اللي غادي يبغيو يباتوا فيه راه غادي تلقاو لاباج ديالهم انستغرام اللي هي سالو ماروك. ما يمكنش لي شومبر عندهم كيحمقوا. وهذا التحتاني هاد البنات لا ريسبسيون كاين واحد لا شومبر تما كتصوروا فيها زوينه فنه وحمقاتني بزاف. عرفتوا عندهم الالوان لي ديتاي، دونك اللي كنتو غادي تجيو تصوروا اجيو لابسين شي لوين يكون موحد، ما تكونوش نتوما اصلا لابسين الزواق، لابسين اما الباج اما كلشي نوار اما البيض كامل. المهم باش يجيوكم تصويرات زوينين. وعجباتني لا شومبر اللي هي هادي فنه كتحمق ولا ديكو ديالها خطيره ما يمكنش لكم. حتى في لي فيديو ديالي اللي فاتوا الصويره فيها البرد وفيها الريح، دونك اللي كنتو غتجيو لها في شهر 8 العام الجاي ان شاء الله اولا في شهر 7 ولا في شهر 9 راه كيكون فيها البرد، اجيو ضروري لابسين شي جاكيطه. مهم جيبوا معكم هكا حوايج مدفيين باش اللي جاكم البرد تلبسوا. ومنين اختي سالينا مسالو ماروك اللي جات الصويره خصو ضروري يدوق لي كريب ديالهم اللي ما يمكنش شحال زوينين. انا هنايا خديت كريب نوتيلا بنان، كانوا واقيلا دايرين ب 25 درهم وكان المذاق ديالهم زوين بزاف وكانوا طايبين وواعرين.
عاد صافي دابا انا لبست حوايجي وجدنا دابا غادي نهبطوا نجيبوا غير الفطور. درت اتاي باش غادي نفطروا في الدار ونمشيو. اول حاجه درت هاد الطريبيش، درت لي بوكل ديالي، لبست هاد الكاشمايو ولبست معاه هاد السروال هذا. وخلاص بالنسبه للنظاظر غادي ندير هاد النظاظر هادو ديالي ديال سيلين صافي. ام ريدي انا هاد الكوس هادي درت فيها كاع لي برودوي اللي غادي نحتاج، درت فيه الفوطه ودرت فيه الراكيطه وصافي. وغادي ندي داكشي كامل. والبحر اللي غادي نمشيو له ما غاديش نمشيو للبحر اللي هنا حدا الصويره، هو واحد البحر سميتو هاواي كيقولوا له بلاج دو، هو اللي غادي نمشيو ليه. صافي هادشي اللي كاين، يلا هو معايا. والله الله والله الله ولي بي يا رسول الله. Go to the beach. دابا البحر، لا بحر العائله شني عندك في مكان الخاوه. غادي نشدو دابا الطاكسي، غادي نشوفو فين الطاكسيات ولا الطبيسات ديال هاد البحر باش نمشيو. يس بجينا الحانوت باش ناخذ داكشي اللي غادي نديو معنا للبحر. اليوم راه كاين شويه الغربي ولكن شويه الدنيا سخونه، دونك داكشي علاش نمشيو نتبحروا. بصرف الاشياء نمشيو للقهوه. ما كنتش تشوفي فيه، ما درتيش لايك، ديري لايك. حنا كنتمشيو كنتمشيو حنا نعيو وحنا ناخذو طاكسي. صافي ايوا صافي بقينا غاديين انا بالي داكشي اخوتي بعيد ناخذو طاكسي حسن صافي باش نقربو ونستغلو الوقت. حنا كنا جينا لهاد البحر هذا ديال سيدي كاوكي على اساس باش نعومو فيه. في الاخر لقينا الموت البرد وكان واحد الريح اللي مجهد بزاف. صافي ما عمناش، بقينا كندورو، درنا ضربنا دواره في الكورنيش، تصورنا وداكشي حدا البحر، ولكن مالوغوزمون ما عمناش. الطريق ديالنا بات لينا هاد الكافي هادي اللي سميتها بيت، كيكونوا دايرين فيها لانيماسيون ديال قناوات. خلنا سولناهم على لي بري وداكشي باش ناخذوا فكره، والصراحه القهوه كانت واعره بزاف. هاي فوالا
على البنات، اول حاجه درناها ملي جينا للدار انا بدلت حوايجي، لبست هاد اللبسه هادي ديالي، درت لي بيجو، قديت هاد الهير ستايل هذا، ودابا غادي نخرجوا غادي نمشيو لواحد القهوه اللي فنه كتحمق وكاينه في المدينه وقريبه. والنصيحه اللي غادي نقدر نعطيكم الا كنتو غادي تجيو لمدينه الصويره، ضروري بالعشيه ملي تكونوا خارجين تزيدوا فوق منكم شي جاكيت خفيفه لحقاش كيكون الريح والبرد. صراحه واخا نعيا نشكر لكم هاد المدينه ونقول لكم بلي زوينه بزاف، خصكم ضروري تمشيو ليها باش تفهموا علاش كنقول لكم هاد المدينه راها غزاله وكتحمق وفيها كلشي زوين. الاخوان فريطار السلامه يا رب. قول قول على ريح كنقولوا القهاوي كنقولوا الصويره كنقولوا لومبيونس، ضروري تجيو لطاغوس. مهم بالنسبه للقهوه ديال طاغوس راه كاينه في صحه الصويره قريبه لكم بزاف وفيها لانيماسيون واعره. اليوم كنا دخلنا لانيماسيون دايره ب 100 درهم، فيها دي جي فيها قناوه فيها كل شيء زوين. Cradle of all creation. الاخوان الاخوات فجاه قررنا اننا نزيدو نكريو هاي صافي. دابا غادي نمشيو نشوفو داكشي الفطور ومرها غادي نهضروا مع مول الدار. الله يا ربي لحقاش هاد المدينه زوينه. اكتشفت انه المدينه ماشي ديال عمان ديال السهرات وديال الخرجات، تشوفي تكتشفي اماكن جديده صافي، اما البحر وداكشي نو لي ريستو بار فهمتوا داكشي موجود هنايا وكلين كلين بزاف، يعني ما تخيلوش انهم كاينين الناس خايبين، بالعكس الناس هنا كلهم نقيين كيعرفوا يلبسوا زوينين. اكثر كاين الكور، الكور بزاف افري وير ما يمكنش. ودابا غادي نفطروا وغادي نمشيو نتسراو عاوتاني في المدينه وغادي نعاود نلبس نفس اللبسه ديال البارح لحقاش انا البارح ما تصورتش شفت الصوت خرج البارح انا ما تصورتش وصافي غادي نعاودو نضربو دويره في المدينه. مهم ماما وديك الشيء موصيني على بزاف الحوايج في المدينه نشوفهم ليهم الا لقيتهم وصافي غادي نوريكم ديك الساعه شنو كاين. طول بنات صافي دابا لبست حوايجي واصل كتوجد راسها صافي باش غادي نخرجوا دابا غادي نمشيو نضربو دويره في المدينه وغادي نشوفوا الاماكن وداك الشيء باش نتصوروا هذا ونديروا ريلز وداك الشيء كامل لي فيديو تصاور زوينين. صافي انا لبست اللبسه بحال اللي لبست البارح لحقاش البارح كي قلت لكم ملي مشيت للقهوه ما كان ظلام وكان الدنيا عامره بزاف وكانت هي الدنيا خاويه غنصور ولكن قالت لي بلان. صافي داكشي علاش دابا لبست حوايجي نفس الاوتفيت نفس كلشي بلاص زيت هاد الميني شانيل ديالي اللي كيحمق. شوف شحال زوين بيبي بينك صغيور كتي ود زويون. صافي هنايا غادي ندير فيه سان كلاسز الكلوس والبسطام وصافي. الكاميرا مازال ما عرفتوش نديها ولا لا حتى تقلع عليا وانا باغي نمشي مرتاحه
دابا هي راه كنصور بها ولكن مازال ما عرفتش واش نمشي نديها معايا اولا. لا ما عرفتش اخا حتى قلت لك غادي ديها معايا خصني ندي معايا الباور ندي معايا الكابل ندي وندي 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 هي والتليفون المهم ما عرفتش I don't know. هير اون فليك كاش الدونا واحد الشجر من الكوزينة كان قيلهم قالت لي الماء خاصني ندير له هذا صافي ديال البيسان شوف لبست صندالات ارميس كاش رجلي طوب لي بيجون شوفوا درت هاد لي براسلي ارميس هنا درت هاد الشيء البارح طار لي دفري طار لي صبعي طار لي دفري طار لي صبعي طار لي دفري وما عرفتش شي وحده اللي غادي تقادو لي هنايا شوفوا داروا لينا عرفتوا البنات راه ما كاينينش كاع الدور لي زوينين كاع هادوك الدور لي زوينين ما كاين غير 1000 درهم الفوق اختصاصي او لاي او انا اختصاصي اصلا هاد المدينه صراحه غاليه والله ماشي غالي ولكن بحال كتقولوا داكشي اللي فيها دوك لي كافي وداكشي اللي زوين لي طونكونس عندهم هنا مغليه كان جلس وحدها كانت لغو نسولو على راني ما صوم شحال وفوقاش هاي واو زوينة فنة كتحمق واو فنة زوينة السلام عليكم هو سيتا وانتوما كتسراو في المدينه كيبانوا لكم الناس ديال التعاونيه صراحه اللي عندهم داكشي نقي وزوين بزاف انا خديت املو للدار وكانت ماما وامي موصطيني على الكحول داكشي علاش جيت ناخذ لهم الكحول وعندهم حتى زيت ارغان المهم عندهم اي حاجه زعما كطبيعيه غادي تحتاجوها وعندهم كلشي زوين ما يمكنش نجيو شي مدينه وما نديوش معنا شي حاجه اللي غادي نتفكروها داكشي علاش جينا ناخذوا دوك اللعبات اللي كيتلصقوا في الثلاجه واللي صراحه كانوا واعرين وعندكم الاختيار كاين اللي يدير لهم عشاء نبارطاجي معكم كلشي قلت ما يمكنش ما نبارطاجيش معكم شوفوا البنات هاد الناس هادو راه هربانين علينا بزاف كيقادو هاد اللعيبات هادو غير بداك الحديد اللي كيكون مثلا ديال واحد الحاجه ما عندها ما ديري بيها كياخذوا داك الحديد ديالها وصراحه هاد القضيه لاحظت بزاف كيصايبوا بها دوك اللعيبات ابري دنا لهاد القهوه هادي اللي تايات لنا سولنا على قبل الانيماسيون اللي صراحه كانت فنه انستغرامابل زوينه ديال التصاور غير انا جاتني شويه مغموقه صراحه انا كنبغي شي حاجه كتكون محلوله طلي تشوفي الفيو زوين وكما كتشوفوا معايا البنات هادي هاد البلاصه كتحمقني شوفوا الفرماسيين البنات شحال واعر انتو ما يمكنش فن داك لو تيم جاي هكاك بيض وزرق عطي واحد الفايب واعر ودابا البنات جينا ناكلو الحوت ومن بعد ما شبعنا الكريشه مزيان وخدينا بروتيين غادي نقصو شي شويه نتمنظرو في المنظر الجميل اللي قدامنا واللي مشهور بزاف في مدينه الصويره وانا بالنسبه ليا كان احسن متنفس ليا وكنظن واقيلا للجميع الناس اللي ساكنين في الصويره واللي كيجيو الصويره قصنا في الصور
كنت بنظروا في هذا الجو هذا الرائع لاكثر من رائع. سمحوا لي الله يخليكم، كانت واحد الشميشه فنه، واحد الجو غزال. ولكن نصيحه ديالي ليكم هي انكم منين دير 6 د العشيه وتكونوا خارجين ضروري تديو معكم شي جاكيت، لحقاش راه كيكون واحد البرد راه ما يمكنش البنات، راه البرد البرد تخيلوا معايا البرد والريح شيئا لا يلتقي. اللي كانت عامره بداكشي كامل زوين غادي نمشيو للدار غنبدلو حوايجنا ونخرجو نتفرجو في داكشي اللي دايرين في صحه الصويره. البنات لقيتونا دابا يلاه دخلنا مشينا ضربنا دويره وداك الشيء ودس عندهم الماكياج لحقاش صبعي ما ولا صبعي دفري طار ليا ديال رجليا طار لي الاول والثاني مهم بداو كيطيروا صايبتهم باي دوي عند لي زافريكا وهادي اول مره صراحه غادي نصايبهم عندهم وكانت واحد الاكسبيريونس اللي فريمون خايبه دغيا طاروا لي عند الخصوص خلينا السوق داك الشيء علاش خدات الدبار ديال الرجلين غادي نصايبهم دابا هاد ترونسبارون وخديت هنايا هاد الكولا عند واحد مول ماكياج حدانا ايوا الا لا وانا ناخذ هاد الليب لاينر صراحه عجبني اللون ديالو بزاف شوف لونو كيحمق لونو زوين المهم لونو واعر جربته وعجبني خديت هاد الصباغه هادي هادي ماشي بيضاء كنت غادي ناخذ الابيض ولكن خديت هادي هادي بحال كتقولوا بلون كاسي غدا شويه نيود صافي من بعد خدينا واحد الكلوس هو هذا واعر كان عنده التستور ديرو صغيور جربته هو كيحرق سنتيمي درتي حرقه واش تحرق كيحرق حتى السودانيه ولكن اللون خاطر هو هذا نرجع ندير له الاخر دير بحال كيكو هانتوما شوفوا هو هذا الكاميرا ديالي حتى مغبره دابا مزيان كانت الكاميرا مغبره دابا عاد ولات مزيانه هذا هو الكلوس هذا هو الباكاجين ديالو الا لقيتوه خوضو شوف فيه مرايه لاصقه بحال هكا بالنسبه لهاد لا مارك كاريتي هي دايره زعما واحد لا مارك شيب صافي عرفتوا الكلوس كي داير شوف كيبري هانتوما شتو كي داير كيبري كيبري غزال ها دير بحال داك الشكل ديال كيكو هذا بعشرين درهم وخلاص هذه جايه هنايا غادي نحيد لها هذه العيبه هذا الميكا باش غادي نبدا نشوف هنايا ميكا كندير صافي هادشي اللي خدات دابا غادي نلصق دابا الضفار ديال رجلي نوضي ديري اتاي انا غندير اتاي البارعه في اتاي ناضي صافي وغدا ان شاء الله الصباح غادي نمشيو للبحر وفي العشيه غادي نمشيو نركبو فوق العود سانسي شعري انا دابا جا معاه بحال هكا باش ما بغيتش ندوش كاع خليته يتزيت مزيان شوف تزيت مزيان 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 ان شاء الله غدا الصباح غادي نمشيو للبحر موراها ملي غادي نجي غندوش ديك الساعه غادي نخفف دغيا شعري هكا بالساشوار وندير لي زيكستونسيون غنلبس واحد البيسات ان شاء الله يا ربي باي نتقوا غدا